السلام عليكم. هنا عالم دافي شمسه حضرة ألوانه مبهجة ونيله في عنفوانه. هنا محدش زارها وما دابش في سحرها وهواها. أسوان الناس الطيبين أصحاب الابتسامة البيضة والقلب الأبيض. تراب متعطر بتاريخ. بكار الساكن في بيوت بسيطة. الإيدين اللي غزلت الشال والطاقية. من هنا حكاية الست روحية سيدة السبع صنايع. حبت وقومت وربت وسندت وتعلمت وعلمت ست مش بميت راجل، ست بميت ست. الست روحية مش بتعدها أبدا بالسنين، بتعدها بالأحلام اللي لسه ما تحققتش، بالمشاوير اللي نفسها تمشيها، بالتجارب اللي مقررة تعملها. بص على ايديها الشغالة بحب، تعرف انها قصة كبيرة. يا حاجة روحية منورانا. خليك الله ينور باصحاب ومنور بيكم انت. ربنا يخليك. انت بتعملي لنا ايه؟ بتعملي لنا طاقية بكار ولا بتعملي لنا ايه؟ صح، طاقية بكار. طاقية بكار. تاخد وقت قد ايه كده؟ والله انا لو قعدت من الصبح بعمل 3 في اليوم. ما شاء الله، حلو. هم بقى الطوائد اللي هي كده. بس دي ده مقاسها صغير. بتعمله حسب ال المقاس حسب الطلب ولا بتعمله كتير كده؟ لا على حسب الطلب. في ناس حسب بتطلب الطلب. عشان الاطفال الصغيره سلوان عظيم. في ناس بتطلب كبير. اه فبعمل يعني هو محطوط على الترابيزه كده بيطلب ان انا اعمل لهم. حلو. يستنوا يوم يومين اعمل لهم 3-4 بياخدوه. جميل. يعني اي حد بيتفرج علينا محتاج طواقم الحاجه روحيه وطواقي وخوص وحاجات حلوه كتير جدا هنشوفها دلوقتي معاها، يطلب احنا عايزين كذا والوانها كذا. ايوه مظبوط. ونتوكل على الله تتعمل على طول. امبارح جات لي برضو واحده، انا كنت بنام عشان اروح عندي تكريم في متحف محمود مختار، كنت بنام عشان اروح من بدري. فجيه واحدة داخلة بتقول روحية روحية، فينها روحية؟ يعني كل الناس اتخدت يفتكروا في حاجة. وانا ذات نفسي اتخديت، والست اللي قاعدة كانت قاعدة وقامت دي برضو مخدودة جاية معاها، جابوها عندي. انا ما نمتش بالليلة اللي فيها، شفتك في على النت وانت بتشتغلي الكوريشيه وانا بحب الكوريشيه وانا جايالك، عملت صفقة معها امبارح. صفقة حلوة. ما فيش نص ساعة كنت همشي. جات آخر لحظة. الحمد لله. اشتري مني حاجة. بنادي صحابي. والله. الحمد لله. الصوف احنا بنعمل بيه الطواقي بس ولا في حاجات تانية بنعملها في أسوان؟ لا يعني مفارش بتعمل منه والطواقي وأي حاجة، شنطة عاملاها برضه. في شنط كده مثلا حاجات كده؟ برضه ده صوف. وفي شنطة برضه. في شنط؟ وفي الطواقي بس أشهر حاجة الطواقي. اشهر حاجه الطواقي. ايوه اللي ماشيه الطواقي صح. طواقي في الصوف. طيب لكن حضرتك 50 سنه في اتعلمت من الوالده وتعلمت من الجده الخوص. ناخد الخوص جدتين. ناخد الخوص من النخل في اسوان بقى. النخل كده من قلب النخله ونشتغل بيه. الابيض ده من قلب النخله فبيتبلى اللي هو السعد الابيض. طبعا عايزين اللونه زي اللون ده مثلا، ده
وده وده. اه دي الوانه يعني. اه بنجيب الصبغه من الحباك. صبغه طبيعي؟ اه طبيعي. بنجيبها منين؟ من الحباك، من عند الحباك. العطار يعني؟ لا ولا حد؟ اسمه الحباك. العطار بيبيع صبغه بس؟ العطار اللي بيبيع بيبيع صبغه بس. اه ده بقى الضفيره. اه دي كده بيتكون من 9. الحاجه روحيه بتعمل لنا الضفيره. الضفيره دي مش سهله، ده موضوع، ده اللي اتعلمتيه بقى وانت صغيره كده. اه وانا صغيره وانت عندك 10 12 سنه ولا قد ايه؟ اتعلمت دول كلهم. الضفيره دي اول حاجه عملتها؟ اه اول حاجه. بعد كده لما كبرت شويه عندي 16 سنه ولا عديت اسوان، كنت بروح ابيع البلح النارخ اللي هو الاخضر اللي عامل زي التفاح الاخضر. فواحده ودتني في اسره المنتجه، كنت بجيب منهم الخيط وكده، دخلت في الكروشيه والطواقي وكده. لا استني بس، يعني وانت عندك 16 سنه ابتديت تبيعي من 50 سنه ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يديكي الصحه. من 50 سنه بقرش وتعريفه. بقرش وتعريفه تروح تبيعي البلح الاخضر. اه ومعاه بقى الحاجات الشغل الخوص بتاعك. لا وانا ببيع كنت بروح بالبلح الاخضر، كنت بلم كده فلوس واجيب، جبت بيه مكنه، جبت بيه خاتم ذهب. لما كبرت شويه كده في واحده قالت لي انت هتعرفي تعملي، والله مش ناس ناس يعني، هي كانت صغيره زي كده، قالت لي تعالي في اسره منتجه هعلمك الكروشيه وكده. كنت عارفه ان الكروشيه اللي عندها كانت بتعمل طواجي برضه، بس جبت منهم مفارش الخيط السيادي المفيع، كنت بعملهم مفارش، كنت بقبض بيه 5 جنيه. ده الاسره المنتجه بقى رحتي اتعلمتي التريكو؟ لا انا ما اتعلمت، كنت باخد منهم خيط، ما اتعلمتش بصراحه. ما اتعلمت امتى تريكو؟ ما انت شاطر. ما انا اخدت منهم الخيط وكده لوحدي اشتغلت. واتعلمت لوحدك؟ جبت الابره واشتغلت. عرفت بقى عشان البلده كانت بتعمل الطواقي والغرزه، عرفت بقى ده هيتعمل على كل حاجه. ولا كان في نت ولا تلفزيون ولا. اتعلمتي كده من فتره؟ التفصيل من الوحيد فترة. بس اتعلمته من الكتالوج التفصيل. الطبيعه في اسوان بتخليكي شايفه خضره وشايفه نيل وشايفه الالوان بتاعت الجبال، الالوان المختلفه دي اكيد خدتي منها في شغلك. اه ان شاء الله. صح؟ ايوه. مش الطبيعه دي حاجه حلوه كده تخلي الواحد يتاملها ويقتبس منها. عندي جنينه في البلد، كنت بنزل اشتغل في الجنينه عشان تشوفي اللي حواليك. الجنينه على الرصيف العمومي، كنت بقعد تحت الشجره واشتغل. جميل. ما سالتيش يعني قلت ايه جت منين الحاجات دي؟ اكيد سالتي. اسال مين يعني؟ مش عارفه. ما سالتش. دلوقتي هو بسال يعني، زمان ما كناش حاسين عشان كنا نفتكرها لعبه ولا حاجه زينه كده في البيت. دلوقتي لما الوزارات والدنيا كلها اهتمت ورئيس الجمهوريه حتى اهتمام بالحرف اليدويه السيد عبد الفتاح السيسي واسطوات دي بالصحة والعافية والمحافظ أسوان عملينا معرض دائم في سوق السياحة في أسوان عند المحطة. قاعدة أشتغل كل يوم حاجة، كل يوم بتخرجي من بيتك بتروح تشتغلي هناك. يا حاجة أنت ما بتريحيش، أنا شايفك أنت ما شاء الله ما شاء الله قاعده بتشتغل. قلت له يا ابني أنا لو رحت ما بعرفش بنام. قال لي أيوه اللي بتتعب دي لو قعدت بتتعب، اللي بتشتغل لو قعدت بتتعب. ومين زباينك بقى هناك؟ زباينك عارفينك ولا يعني اللي بيعدي يكون في زياره بيشوف الحاجات المنتجات يتعرف عليك؟ في زباين وفي ناس يعني بيطلبوا من هنا من القاهره برضو بنشحن لهم يعني، بس اكتر حاجه بياخدوا كروده لما نيجي بينسوا. بعد كده لما نيجي في معرض تاني ياخد الكارت ويقول لك انا هتصل بيكي وهجيب حاجات من عندك وبتاع وينسى، يسافر وينسى. لكن المره دي في جديه اللي انا حسيته ان شاء الله. يعني بتوع الخوص اتفقوا معايا مفيش داعي لذكر الاسماء، وان انا اروح ادرب عندهم واعلمهم الخوص والخياطه بتاعت الخوص، عشان اغلبيه اللي بيشتغلوا الخوص بيخيطوه على مكنه، فعشان يبقى كله مشغولات يدويه بخيطها كده مع بعض بايدي برضه. تاني برضه عشان نوضح الحته دي يا حاجه روحي، يعني اغلب اللي بيشتغلوا الخوص بتدخل المكنه، فده كده ما بيبقاش حرفه يدويه، ما بيبقاش حاجه يدويه. معروضه في المعرض. حضرتك بتعمليها كله بالايد؟ كله من البيئه. خياطه كده مع بعض، عندي محطوطه في الشنطه بتاعتي الابره دي وابره ثانيه عريضه كده شويه في الشنطه بتاعتي. حلو. بس هو ده المعدات بتوعي. طب احكي لي حاجه روحيه، لما حبيتي تعلمي بقى البنات في اسوان والولاد
عشان الحرفه ما تروحش. خبطت على البيبان كده قلت لهم تعالوا انا اعلمكم ببلاش، مش عايز منكم حاجه بس اعلمكم. لا ما كانش كده اصلا، جت صدفه. انا كنت نزلت الجمعيه، انا اتنقلت من نجع لنجع. انا نجع الوالد في جرانيس، في الجرانيس، الجرانيس آه. لما اتنقلت في نجع الغلاب بعد ما اتجوزت يعني فروحت من حته لحته، وعيالي دخلوا الحضانه، فكنت بنزلهم الحضانه، فلقيت في مكنه في نفس الجمعيه اللي فيه الحضانه. قلت له يا استاذ حمدي انا ممكن اشغل لك من المكنه، اعمل لك الجرجار النوبي والفستان اللي احنا بنلبسه ده، العبايات والمدارس والحضانه وكله. فعلا اشتغلت بده وانا قاعد ابدأ، وما كان عنده فكره ان انا برضو بعرف الخوص، استاذ حمدي اللي هو كان رئيس الجمعيه اياميها، راح في ناس طلبوا منه ان الوزاره طالب خوص، ده سنه 98 او 97. بس نبيهه يعني، نبيهه انك انت لقيتي مكنه الخياطه فقلت لنا نعمل حاجه آه. يعني الاولاد نزلوا وانا كنت اجيبهم من الحضانه واقعد اشتغل في اللي. هم بصراحه ادوني فلوس، جيت الازهر واشتريت الخامه وخيطت، وكنت ببيع للحضانه والمدرسه، مشيت بعملها بنطلونات. والله برافو عليك. ما كانش فيه فكره هو، بس كان عارف ان انا يعني شغاله في ده، بس في البلد بتوع البلد في الافراح دلوقتي القرد اللي الراسه بتاعت الحيطه دلوقتي بيجيبوا معاطف كبيره ملونه حلوه كده الوان، يوم الحنه العروسه لازم بتودي البسكوت بيها. ده دلوقتي دلوقتي. طب كويس احنا راجعين اهو لعاداتنا لا لا بتاعت الحنه دي ما اتكررتش. الحنه ما اتغيرتش؟ لا ما اتغيرتش. هو اللي اتغير جهاز العروسه، اللي اتغير اللي هو كان زينه العروسه في الاوضه بس. المهم هو كان عارف ان احنا يعني بنعمل البلد كده اللي يطلب شادليه حتى في العيش المفروض الكبير ده والمعاطف. لما قالوا له كده زمايله هو قال لا انا عندي في الجمعيه واحده بتعرف الحاجات دي، جابهم عندي. قالوا لي احنا لو طلبنا منك هتعملوا كذا، قلت له ايوه خلاص. في شركه في كوزويك الايطالي هنا في الزمالك، جينا في الشركه دي جابوا بتوع الشركه، جم بتاع الشركه فاتفقوا معانا احنا لو ابتدينا نشتغل تجيب الخوص وتجيب جمعينا الناس ويقعد يشتغل واحنا ناخد منهم ونصور ونمشي وانت تبقى المشرفه وكده. قلت لهم ايوه. فجمعت الناس كانت بتضحك عليا. جمعتيهم منين بقى؟ من النجع بتاعي. يعني عملت ايه؟ رحت لهم البيوت تعالوا اعلمكم واشتغلوا. الجمعيه اعلن كده انه تعالوا في اجتماع وفي اجتماع. لما جم قلنا لهم يعني طالبين الخوص وكده، هو اول ما جه قال لي يا روحي بصي يعني بدون ذكر اسماء، اسمه محمد امين كان بيجي بدون ذكر اسماء كان تمام. كان شركه هنا في كوزبك الايطالي في الاول بعد كده غيروه مشغولات يدويه. فبيقول لي قلت له طب انت هتسيب لنا مبلغ عشان انا اشجع الناس بيه عشان اقول لهم في اجر كده فلوس اهي. راحوا مجلس الاداره ورئيس الجمعيه اللي هي مزعل مني فانا اتلفت كده وبقيت زعلان. هو قال لي قولي كان قاعد كده زيك كده جنبي، قولي انتوا زعلتوا بايه؟ انتوا قلتوا بالنوبي ايه؟ هي زعلت كده ليه؟ ففي واحد عمل لي كده قال لي قولي خليها تقول. انا قلت انا لما طلبت منك فلوس عشان اجيب بيه الخامات واشجع الناس تنزل تتدرب، هما زعلوا ازاي انت بتطلب فلوس؟ ده ما بنسالوش. بس هو قال طبعا كلامها صح، طب انا كنت يعني كنت هسيبكم كده؟ لا انا هديكم فلوس عشان تشتروا الخامات وعشان تشتروا اجره التشغيل بتاعتهم. وركزتي بقى في الخوص من ايوه مشينا بقى شغل الخوص بقى اللي انت اتعلمتيه ده من وانت عندك 12 13 سنه. اروح اخبط البيوت تعالى فلان يشتغل، انت بتعرف تعالى واللي ما بتعرفش انا هعلمها كده. وهم ولا ما كانوش متشجعين ان هم يعملوا ده؟ كانوا متشجعين؟ لا ما كانوش متشجعين خالص. عملنا اول اجتماع استهزأوا بيا. ليه؟ وكان يقولوا دي الست الوحيده اللي بتخش الجمعيه اللي فيها رجاله وبتسافر بدورات تدريبيه شاطره والله شاطره جدا سابقه زمنك اهو. والله كان بس انا اللي كان مساعدني الله يرحمه يعني ابو العيال الله يرحمه كان يقول لك يسلطوه كان يقول لا انا اعتبر مواسم موظفه لا يسلطوه ايه شوف مراتك بتروح بتسافر وبتيجي بتسافر وتيجي قال لهم خليها تشوف الدنيا. انا كنت قاعد في عايش في مصر واللقاء الاولى اللي عملته انا قلت وجوزك قلت له انا جوزي حضاري هو اللي بيشجعني ان انا اطلع واعمل.
والناس التانية بقى لا انا جوزي مش هيرضى. بعد كده كل دخل دلوقتي دي انا استغربتها جدا او مش شفتها. ده معموله من ايه؟ وانا قاعده كده جات لي فكره ان انا اشتغل حاجه زي كده. فكره من بالك كده جات في دي خف يعني ولا في الاول؟ انا زمان قبل كده عملت ديكور ده مكرميه. عملته على المكرميه. المكرميه محطوطه هنا ده المكرميه وده اللي بتعمل الشنطه وكل حاجه. ابتديت اعمل كده على المقاس الرجل كده واخيط واعمل عليه الخرز ده. اتباعوا دول. بعد كده رحت لقيت في حاجه زي ده بيتباع. ناس حبيتها. جبت منه بقى. حبيتها. بكام دي بقى؟ يعني بيها 150 جنيه. نعمل لك بقى الواحده. في ناس بتاخده ديكور. ديكور بتاخد ديكور. 150. والشنطه الساندوتش دي؟ الساندوتش ببيعها ب 85. ب 85. يعني هما بيفاصلوا ويخلوه 70. مش مفيش فصال عشان الحاجه روحيه ما عندهاش فصال. انا هبقى لكم وامشي. وده بكام؟ انا مش خفيف. وده ب 100. ودي ب 100. وعندنا هنا ايه؟ عندنا حاجات كمان دي في احنا عندنا هنا حاجات لضيوف اخرين هيكونوا معانا. بيتعمل طواقي ايه؟ اسعارها ايه؟ طواقي جنوبي. لا الطواقي اسعارها ما اتغيرتش من كام سنه. اللي هي كام؟ هو كان 25 و30 وهو بتاعت بكار الصغيره ب 35. لا كبيره لا ب 40. الصغيره بنبيعها 20 و15. 20 و15 والكبيره 25 و30. فبيفاصلوا برضه كله بيفاصل؟ كله لازم يفاصل؟ الست زينب والست ليلى على الكام وستين سنة بس القلب أخضر كأنه ابن مبارح. بيقوموا من الفجرية ومن بعد صلاة الفجر والدعوات الحلوة بيشوفوا تفاصيل بيتهم، ومن عشرة وشوية الصبحية يتسامروا قدام البحر ويشتغلوا علشان يجمعوا رصيد يبيعوه لزوار أسوان تذكار ما يتنسيش عمره أبدا ما يتنسي. الرزق قليل بس فيه البركة، واللي بيشتري يتفرج ويفاصل ويعافر علشان يطلع بكام حتة لقطة من ريحة أسوان. إيديهم فيها الخير والبركة. تسلمي يا ست زينب، تسلمي يا ست ليلى. دايما بسأل ليه في أسوان الألوان بتبقى اللي هي الألوان الدافية قوي دي؟ دي جاية منين يعني؟ ده من تراثنا؟ من النوبة. تراثنا من النوبة الجمال. طبعا طبعا تراثنا من أيام جدودنا. الألوان الألوان والحاجات المنتجات برضو حاجات قديمة وفي حاجات جديدة. احنا بقى بالحاجات الجديدة برضو لما يطلع علشان عندنا فن يعني الحاجة اللي يطلع جديدة برضو بنشتغل. عطارة كمان مشهورة خالص عندكم يعني؟ ايوه. لا احنا أيوة. الاغلبية بنيجي بناخد من اسوان ده بقى. ناخد من هنا؟ والله واحنا بنروح ناخد من هناك؟ انتوا بتيجوا تاخدوا عندنا الفول السوداني. ايوه. ما يعلقش عن بتوع اسوان. خلصنا كنا جايبين. التمر هند. ايوه. الكركديه. ايوه. احلى مشروب في رمضان. احلى حاجة طبعا. وفي الشراب المفضلة بتاعتنا الابريك. اللي هي ايه بقى؟ الرقاق زي الرقاق. بتتعمل في الساق ده بنجيبه ليه الذره ونطحنوه نحط معاه حبهان الكمون الاسود حلبه الحلبه كله ده ونروح نطحنوه مع بعض وبعد كده نحط معاه دقيق فينو نروح نعمله في الساق ونشروه في الايه في البرش مش في الحصير. ايوه البرش النوبي. ها. نلمه لما ينشف. البرش النوبي ده اللي معمول برضو من الخوص. من الخوص. بس اللي هو الكبير. الكبير. الله. بعد كده في رمضان لما المغرب يأذن بلحايا باللبن طبعا. جوعتينا. والابريك مشروب الابريك ده شراب المفضلة في رمضان عندنا. الله الله حلوة دي. دي دي انا دي الوان 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 دي مين اللي عاملها؟ ده مش صوف دي. لا ده قطن. العريس لازم كان بنعمل له التجية الالوان دي. اللي هي بالدبلان. أيوة. ابيض. وتقعدي بقى ايه تطرزيها بالالوان والحزام بالالوان وحزام ده العريس. لازم يدخل بالطاقيه والدبلان. ايوه الدبلان. ما الدبلان بتتغطى بقى
ما بيبانش ان دبلان عشان الرسومات بقى بيغطي الدبلان. محدش بيعرف ان دي بقى من دبلان الابيض. طيب ودي الطواقي والخوص بقى بنعمل ايه؟ بنعمل منه دلوقتي احنا عندنا ايه هنا؟ دي قديمه قديمه، ده بتتباع بثمن غالي. لو حضرتك شفت الشغل ده وشوف ده مختلف خالص. دي الجديده. الاختلاف بقى في صنعه الايد ولا في النوع بتاع الخامه؟ في كل صنعه بقى، الخامه ولا وصنعه الايد. يعني اللي دلوقتي بيعملوا مش زي بتاع زمان. يعني دي بتاع زمان اهي. لا طبعا فرقه كتير. شوف ده. فرق كتير. شفتش. طب ليه ما بنعملش زي ده القديم ده؟ ما هو احنا بناخده تدريبات. عشان الفينش. وعشان نعمله يعني الاحسن كمان. كمان الاحسن حتى بصوا كمان ايه متطرزه فوق بال أيوة. مسبوغه هو حاجات مسبوغه. ايوه حلوه جدا. احنا بندرب في الكروشيه والتريكو والخرز والخوص. وحاليا دلوقتي دخلت في تدريب الخوص. دي اللي حضرتك بتعمليها دي حلوه. دي بعملها لجراب جراب الميه المعدنيه. حلوه دي. او اي ازازه من غير ما تفكر. ايوه اهو في علم مصر معمول. فين هنا علم مصر؟ علم مصر فين؟ كان هنا اهي. ونحط دي بقى كده بعد ما تكمل ونقفل ونعمل اليد. نقفل. جميل. ده كان طلبه كتير. دي هي برضه ايه الخيط المكرميه نجيبوه نشتغل واحنا قاعدين في ده المكرميه. ده طريقه ثانيه للبتاع. ده المكرميه بالخيط بتاعه. وبعد كده نبتدي في الخرز اهي. الخرز على المكرميه. وده برضو مطلوب كتير. وداخلين احنا كملنا ده لغايه ما نطلعوا. دي شنطه؟ شنطه صغيره كده. ده بقى بيسالونا ده ليه ايه؟ الاطوال اللي معاهم للاطوال. وبعدين بنقول لهم ديه الاكسسوارات بتاعكم بدل ما تروح تقلعوه في تحطوا في اي حته. ممكن هنا. حلو جدا. يقولوا احنا عايزين الالوان اللي في ايدك. دي طب احنا انا عايز الالوان اللي في ايدك دي. احنا اللي بنختاروه. احنا اللي بنختاروه. يعني ده الالوان ده بص حاطينه في الشنطه. ده شنطه يد. شفت الالوان ده حاطينه فيها. الالوان جميله مبهجه. وهنا برضه تحس بسعاده كده. وبعدين في البتاع دي بنحط فيه الحلاوه. الفول السوداني وبنقدمه فيه. دي هنا تحط بقى السوداني. السوداني. حلاوه حاجات لطيفه. ده ممكن يتعمل كمان يكبر شويه يبقى في نص رمضان. ايوه يكبر كده نكبر. ومنه الكبير. برضه حلو جدا. بص الالوان عالم من الالوان يعني. وبعدين الاسعار مش كتيره صح؟ لا مش. ممكن اعرف الاسعار يعني دي بتتباع بكام؟ ده يعني الصغير بنبيع 25 30 مش كتيره. دي 25 جنيه تمام. والحلو الجميل ده اللي بيتعلق وبتحط برضو عليه الاكل برضو 25 30 35 على حسب الحجم. والطواقي دي بقى الطاقية دي قلنا القطن ب 50. بس تحفة جميل. ناس بتفاصل معاكوا بقى في المرة. ايوه فاصل جامد جامد قوي قوي. يعني تقول لهم 50 يقول لك كام؟ 20. ولو محتاج حاجات من شغل ايد ستات اسوان تقدر تتواصل معاهم وتجيلك حاجتك في مكانك. مهما كنت فين تقدر تقتني جمال اسوان باسعار بسيطه. روحيه وزينب وليلى ثلاث حكايات شبه حلاوه شمسنا في اسوان، شبه الكلام اللي طالع من القلب، شبه عزف الناي على نيلنا، شبه كل الايدين الشقيانه بحب. هم جيل بيعلم جيل ويسلم جيل ورا جيل تفاصيل الصنعة علشان يفضل باب رزق. باب رزق كل خير وبركة. باب رزق يفتح لو قصاده اتقفلت ابواب. بس انت اسعى بقلب ورزقك سيبه عالوهاب.
نفسك الراضية في ستر وصحة مش في المال في حرفة في كلمة أو صنعة بتعملها بطول البال الرزق ده صاحب لو اتصاحب تضحك لك الدنيا